النهارده عاملين لقاء لطيف كده بين مجلس اتحاد طلاب الجامعه، ومفروض ان اللي هيبقى الفريق المضاد بتاعنا فريق مكون من الاداره، رئيس الجامعه ونائب الرئيس ومجموعه من الهيئه الاداريه. النهارده يعني موسم نهاية الأنشطة الطلابية، ودايما في كل سنة بننظم لقاء رياضي بهذه المناسبة ما بين الاتحاد الطلاب وما بين إدارة الجامعة والأساتذة. طبعا الولاد تعبنا، بس يعني الحمد لله احنا قضينا يوم لطيف ومباراة جميلة. كان نوع من المشاركة، كان مشاركة بين المجلس الاتحاد وبين القبة، كان نوع من دعم النشاط خلال الفترة اللي جاية. وبرضه يعني كان فريق رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وأمين الجامعة، وكان معايا ناس من سكرتارية القبة، وكان الناحية التانية رئيس اتحاد الجامعة اللي هو كان متوسط أنا، وكان معايا النائب بتاعي، وكان في أمناء اللجان معانا وأمناء مساعدين في اللجان. انتهت 5-4. والنهارده كان ماتش احتفالي بختام نشاط الاتحاد وتكريم للدكتور حسام كامل قبل ما يسيب رئاسه الجامعه. هو احمد هو راكو الدكتور عادل. ايوه اتفضل.